تخرجون؟ القسم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أن أكون الخادم الوفي لبلدي، أن أكون الخادم الوفي لبلدي، أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد، أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد، أن أحترم القوانين والنظم، أن أحترم القوانين والنظم، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها، أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها أثناء القيام بوظائفي، أثناء القيام بوظائفي، وأن أصون المصالح العليا للأمة، وأن أصون المصالح العليا للأمة في كل الظروف، في كل الظروف. تسليم الشهادات وتقليد الرتب. المتفوق الأول من دورة الماستر، الملازم الأول ياطي عبد الرحمن، حاضر، يسلمه الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. الملازم الأول نيادي عبد الرحمن، دورة الماستر. المتفوق الأول من التكوين الجامعي، الطالب الضابط العامل حاسيد رميسة، يقلده الرتبة ويسلمه سيف الأكاديمية السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. طالب ضابط عامل حاسيد رميسة، تخصص إلكترونيك. المتفوق الأول من التكوين العسكري المشترك القاعدي من الدول الصديقة والشقيقة، الطالب الضابط أزيرتي سوغاي من دولة مالي، يسلمه الشهادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. طالب ضابط أزيرتي سوغاي دولة مالي،